أحسن الله إليكم. في سؤال آخر أيضا يقول: إذا صرع أحد الأشخاص فمن يقرأ عليه القرآن؟ هل يذهب به إلى عالم أم يكتفى بأحد الملتزمين؟ يقرأ عليه أي مسلم من المسلمين، وليس من شرط ذلك أن يذهب به إلى عالم. فالكل من يحسن قراءة القرآن وهو صاحب عقيدة سليمة إنه يقرأ على هذا المصاب ويرقيه، وهذا من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل.